معكم مدرب ضاعن يوسف عبد الله العامر، مدرب منتخب البحريني للسباحة. وسط الظروف الصعبة اللي كنا بنمر فيها، نتدرب فترة تقريباً 3 أسابيع ونريد نوقف، لها تأثير سلبي على اللاعبين من ناحية الإعداد حق البطولة أو التدريب العام بشكل عام. اللاعب الأولمبي يبي له دعم إداري، طبعاً يبتدي من الهرم اللي هو من اللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني للسباحة والجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعب وأولياء الأمور، لهم دور أساسي حق تهيئة اللاعب الأولمبي من ناحية الدراسة، من ناحية ما بعد الدراسة، من ناحية حضوره حق التمرين وغياب، يعني له دور أساسي، يعني نقدر نطور اللاعب الأولمبي فيها. طبعاً المدرب شعوره يكون شعور حق كل السباحين، ما يتميز حق سباح معين، لأنه يتمنى حقهم كلهم. لما إحنا نشتغل على الكل، ما نشتغل على شخص واحد، طبعاً المدربين والإدارة نشتغل على جميع اللاعبين، واللي بيبرز من الجهد عن طريق اللاعب هو اللي بيثبت روحه من اللي يروح، من جهده في التمارين، من إخلاصه في التمرين، من اهتمامه التدريبات الذهنية والعملية في الماء، هو اللي رايح يصب المصلحة العامة، يصب حق اللاعب. طبعا أتمنى حق فريق البحرين يحققون أفضل نتائج حق المملكة.